ترك علي بن ابي طالب تسمع الموسى الجابر. من يفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيانه. من هو الفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيانه. وركز راية الدين سيف الملة والدين فاروق الديانة. من الفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيانة. من الفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيان. ركز راية الدين ركز راية الدين سيف الملة والدين فاروق الديات. بارك الله بك إلهي بشرف أمير المؤمنين يا رب اقضي حوائج المحتاجين. فكرك يمي وجهك على أمير المؤمنين. من الفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيانه. من الفتح من خبر حصينها هاك اسمع بيانه. وركز راية الدين سيف الملة والدين فاروق الديانة. من الفتح من خبر حصي يا حضرك ابن حسن ايه اسمع بيان. من الفتح من خبر حصي هاك اسمع بيان. وركز راية الدين سيف الملة والدين فاروق راية الإسلام. راية الإسلام بمن علك راية الإسلام بمن علك. وتوسع مداها بقوة الساعد البيها خضها للباب ودعاها. ما هي قوة بشر لا شك لون يتكسف غطاها. صد ببصيرة وببصر بتاريخك وعيد النظر. يمسايه بغبة بحار اطلب لنفسك نجاها. اطلب لنفسك نجاها دنيا واخرة لا تظل ضايع. وبدرب العدل سمح الشرايع هاك اسمع بيانه. دنيا وآخرة لا تظل ضايع. وبدرب العدل سمح الشرايع هاك اسمع بيانه. وين هجناه جابو حسين سيف الملة والدين فاروق. من الفتح من هو الفتح من خبر هاك اسمع بيان. في حضرك ابن حسن. من هو الفتح من خبر حصين هاك اسمع بيان. وركز راية الدين سيف الملة والدين فاروق الدين. إلى الشاعر الأديب الحاج كاظم منظور كربلائي. راية الإسلام بمن علت وتوسع مداها بقوة الساعد رديها خضها للباب ودحاها. ما هي قوة بشر لا شك لون يتكشف غطاها. صد ببصيرة وبصر بتاريخك وعيد النظر. يمسايه بغبة بحار اطلب لنفسك نجاها. اطلب لنفسك نجاها دنيا واخرة لا تظل ضايع. وبدرب العدل سمح الشرايع هاك اسمع بيانه.
دنيا واخر لا تظل ضايع وبدرب العدل سمح الشرايع هاك اسمع بيانه وين هجنا هجابو حسين سيف الملة والفاروق الجه منه الفتح منه الفتح من خبر حصين هاك اسمع بيانه من الفتح من خبر حصين وركز آية الجيش كيف الملة والجيش فارق واعتبر يوم الأحزاب وشوف واعتبر يوم الأحزاب وشوف شوف الكون راغت من عبر عمرو بن ود الخندق الأبصار زاغت والقلوب من الحناجر دنت والأفكار تاهت العمر بن ود منه النزل واصرع بميدان الأجل حي على خير العمل الملك والإسلام طاحت الملك والإسلام طاحت وجاب الراس للهادي تبختار حيدر والنعم لو قلت حيدر هاك اسمع بيانه وجاب الراس للهادي تبختار حيدر والنعم لو قلت حيدر هاك اسمع بيانه جزار الفراعين سيف الملة والجيش فرده منه الفتح من خيبر حصنها ايه من خيبر حصنها هاك اسمع بارك الله بك ايه والفتح من خيبر حصنها هاك اسمع ركز آية الدين ركز آية الدين سياف الملة والجيش فاروق وبغض وبخطر واعتبر يوم الأحزاب وشوف شوف الكون زاغت من عبار عمرو بن ود الخندق الأبصار زاغت والقلوب من الحناجر دنت والأفكار تاهت العمر بن ود منه النزال واصرع بميدان الأجل حي على خير العمل الملك والإسلام صاحت الملك والإسلام صاحت وجاب الراس للهادي تبختر حيدر والنعم لو قلت حيدر جزار الفراعين فاروق الديانة وبخطر غزوة الدار اظهرت للكرار آية من عقب طلحة صدت تسعة تلاقى في الراية ويا ما ياخذ الراية من علي تفك المناية وخلى الرجال مطرحة والخيل سات وممرحة راواه منجوم الضحى حيدر وبيه الكفاية حيدر وبيه الكفاية حيدر قطع امتون الفراسة حيدر سيد الدينك اساسا هاك اسمع بيانه حيدر قطع انتون الفراسة حيدر سيد الدينك اساسا هاك اسمع بيانه والطاعن برمحان سيف الملة ودين منه الفتح منه الفتح من خبر هاك اسمع بك منه الفتح من خبر
ركز ركز راية الدين ركز راية الدين سياف الملة والجيش وعلى ركان الكعبة على ركان الكعبة وبخطر غزوة الدار ظهرت للكرار آية من عقب طلحة تصدت تسعة تلاقى في الراية ويما ياخذ الراية من علي اتفك المناية وخلى الرجال مصرحة والخيل سات وممرحة راواه منزوم البحر حيدر وبيه الكفاية حيدر قطع انتون الفراشة حيدر سيد الجينك اساسة والطاعن برمحان كيف الملة والدين فاروق الديانة وعلى ركان الكعبة لما صار للأصنام مشهد انكدت أبواب العبادة وما بقى لله معبد اتعيد بنصر العزيز ومن فتح مكة محار اتعيد بنصر العزيز ومن فتح مكة محمد اتسنن على متون النبي حيدر بمرسوم الوحي والهبل المن يلتجي لو شن القومة تبدد لو شن القومة تبدد الكعبة تطهرت بوجود ابنها من الجاهلية ومن وتنها هاك اسمع بيانه الكعبة تطهرت بوجود ابنها من الجاهلية ومن وثنها هاك اسمع بيانه وشاد عزم الموت المين سيف الملة وانفاروق الجيش من الفتح صبر حصينا هاك اسمع به بارك الله فيك من الفتح من الخبر هاك اسمع به ركز راية الدين ركز راية الجيش سياف الملة والجيش وبحوض ظهرت معاجز حيدر وصدقت جهده من ضعف جيش الاسلام تعرف باي محل رسول الله نادى يا ابا الغوث غثني يا علي ادركني وهو عن نقله كان وسلمان جاي بن تمر قال له لبيك سيدي لبيك قال له سيدي احنا وين والمدائن وين قال له ناداني رسول الله صح يا ابا الغوث غثني يا علي ادركني بسبع خطوه ولهم يوم رسول الله وبحوض ظهرت معاجز حيدر وصدقت جهده من ضعف جيش الاسلام وخلوا المختار وحده وصاح يا بلغوث غثني ولن علي سياف عنده جبريل اعلم بالسما نعم الفتى حام الحمى ولا صارم لا صارم وفقت عيون التبده حيدر ما قصر عزمه وجهاده يطلب دون ابن عمه الشهاده والجاهد بسيفيا كيف المله والدين فاروق الديانه حيدر الالقين ركز رايته بشده الساعد ومن سماء الغضب ينزل ساقد ويحرج المارد هاك خيط حرب السلاسل لو ردت يا صاح شاهي وين اليضاهي حيدره خليت بصر ناظره بعمره ويحاسب ضامره وينصف بكل الموارد وينصف بكل الموارد لو كان الضمير يحاسبونه كانوا للأمير يشاهدونه هاك اسمع بيانه
لو كان الضمير يحاسبونا كانوا للأمير يشاهدونا. هاك اسمع بيان فارس بدر وحنين سيف المئلة وحنين عارف منه الفتح منه الفتح من خب هاك اسمع بيان من الفتح من خبر حصر هاك اسمع وكذايا كل دين سياف الليلة والدين طارق حتى بيحب يواكع على ابن ابي طالب يلقي الشوط على ابن امي.